السلام عليكم ورحمة الله. اليوم عندي حل مراجعة فيزياء أول متوسط صفحة 85، مراجعة الدرس الثاني. أولا، الفكرة الرئيسية، ما المقصود بتغير حالة المادة؟ هذه كتبتها. ما المقصود بتغيير حالة المادة؟ هي عشان نقول وهو تحول المادة من حالة إلى أخرى، لا يصاحبها تغير في صفات المادة الكيميائية. هذا جواب السؤال الأول. زين، السؤال الثاني يقول لماذا يعدل الانصهار تغيرا ماسا للحرارة؟ لأن عملية الانصهار تتوجب اكتساب الحرارة، المادة المنصهرة تمتص طاقة حرارية لتتحول المادة من حالتها الصلبة إلى الحالة السائلة، من حالتها الصلبة إلى الحالة السائلة. زين، المفردات 3، ما التبخر وما أنواعه؟ التبخر هو عملية تحول المادة من حالتها السائلة إلى حالتها الغازية بالحرارة. النوع الأول تبخر أجزاء السائل كله نتيجة درجة الغليان. النوع الثاني تنجز السائل دون الوصول إلى درجة الغليان. 4، ماذا يحصل لدرجة حرارة مكعب من الثلج عند انصهاره؟ تبقى درجة حرارة مكعب من الثلج عند ذوبانه ثابتة طيلة فترة ذوبانه، لأن درجة انصهار الجليد هي نفس انجماد الماء 0 درجة سيليزية. هذني 4 نقاط الأولى، أخذوا لها سكرين. يلا يا ماما. زين، خلصنا من ذني ال4 نقاط. نجي على 5، يقول ما الفرق بين الحرارة الكامنة للانصهار والحرارة الكامنة للتبخر؟ الحرارة الكامنة للانصهار هي كمية الحرارة اللازمة لتحويل 1 كيلوغرام من المادة الصلبة إلى السائلة عند درجة انصهار المادة نفسها. الحرارة الكامنة للتبخر هي كمية الحرارة اللازمة لتنجز 1 كيلوغرام من المادة السائلة بدرجة غليانها الطبيعية. 6، ما العملية المعاكسة للانصهار؟ الانجماد. 7، في أي الحالتين يفقد الماء فيها حرارة التبخر أم الانجماد؟ يفقد الماء الحرارة بعملية الانجماد. ليش؟ لأن المادة السائلة تفقد من حرارتها باستمرار عن تبريدها. 8، إلى ماذا أحتاج لصهر أي مادة صلبة؟ لصهر مادة صلبة تحتاج إلى إضافة طاقة حرارية المادة كمية من الحرارة. يلا، هذه 5، 6، 7، 8. يلا، هسه نجي على 9، ما العوامل المؤثرة في كمية تبخر السائل؟ هياتها العوامل هي نوع السائل، أولا اتساع سطح السائل، سرعة درجة الحرارة، كمية بخار الماء في الهواء، والضغط. 9 كملنا. 10، يقول لك ما المقصود بالتسامي؟ اذكر مثالا عنه. هي التسامي هو التسامي هي هو تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية دون المرور بحالة السيولة، مثل الكافور والمسك والعنبر. زين، هسه نجي على التفكير الناقد. يقول وجد أن كمية من الماء تغلي عند درجة 102 درجة سيليزية عند تحت الضغط الاعتيادي، هل أن الماء يتجمد عند 0 درجة سيليزية؟ أقول له أن كمية الماء التي تغلي بدرجة 100 درجة سيليزية لا تتجمد عند درجة حرارة 0 درجة سيليزية، لأن الماء النقي يتجمد بدرجة حرارته 0 درجة سيليزية، لكن هذا الماء يحتوي على شوائب. هاي النقطة الأولى من التفكير الناقد. النقطة الثانية يقول تكون كتلة من الجليد أكثر تأثيرا في التبريد في الماء بدرجة 273 كي. أقول له الماء ينجمد بدرجة حرارة 0 درجة سيليزية إلى 273 كي ويصبح جليدا، وعند وضعه في الماء يبرد بسبب انتقال الحرارة بين الماء قطعة وقطعة الجليد.
زين، الثلاثة يقول لك لماذا يوضع مجمد الثلاجة في الأعلى؟ أقول له لكي تتولد تيارات الحمل حيث تنخفض الهواء، ينخفض الهواء البارد الأكثر كثافة نحو الأسفل فيحل محله الهواء الحار من أسفل الثلاجة الأقل كثافة، مما يسرع عملية تبريد الثلاجة.